السلام عليكم ورحمة الله. لماذا نكبر ونهلل ونحمد الله في الأيام العشر من ذي الحجة؟ أخي الحبيب، هذا الموضوع مهم أن نفهمه، أن نتدبره، أن نتأمل هذا الذكر العظيم لنأخذ ثوابا عليه، لأن الله عز وجل يعطيك الأجر أيها المؤمن حسب إخلاصك وحسب خشوعك وحسب تدبرك وفهمك لكلام الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأيام العشرة يحبها الله كثيرا، ويحب فيها العمل الصالح، ويحب هذا الذكر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. استمع معي إلى هذا الحديث الشريف، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل يعني لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر، تحميد الحمد لله. دعونا نتأمل هذه الأذكار الثلاثة. لماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار منها في هذه الأيام العشرة؟ هذه الأيام العشرة أخي الحبيب، وهي من يوم واحد ذي الحجة إلى العاشر ذي الحجة. التاسع هو يوم الوقوف بعرفة، وهو من أهم الأيام، والله تعالى يغفر لعباده ويتجلى عليهم في هذا اليوم، فالشيطان يضلهم طوال العام والله يغفر لهم في هذا اليوم. فهو يوم مهم جدا من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، من أكثر الأيام مغفرة على مر الدهر، هو يوم عرفة. هذا اليوم بسبب عظمته سبقه الله بثمانية أيام، من واحد ذي الحجة إلى ثمانية ذي الحجة، ثم يأتي اليوم التاسع وهو الوقوف بعرفة، ثم يوم النحر يوم العاشر هو يوم العيد. الله عز وجل أراد أن يقول لك، أو أراد أن يذكرك بأنك في أيام، يعني كيف نسميها، نهاية الخدمة، نهاية العام. الشركات تقوم بجرد للبضاعة، للأرباح، للخسائر، آخر العام. فكأن هنا يعني الملك سبحانه وتعالى أراد أن يقول لك هناك مغفرة بانتظارك، يعني أنت طوال العام تغفل وتنسى وتتكلم بالنميمة، تتكلم بكلام قد تضر الناس وأنت لا تدري، قد تكون أكلت بعض الحرام، قد تكون نسيت بعض العبادات، قد تكون آذيت بعض الناس، وكلنا يخطئ. هذه الأخطاء عندما تتراكم على الإنسان في السنة الأولى والثانية والثالثة، يصبح عمره مثلا 50 60 70 سنة ولا تغفر، تهلكه في نار جهنم، تورده في النار والعياذ بالله. فلا بد كل سنة من هذا الجرد، تقوم بهذا التكبير والتهليل والتحميد ليغفر لك الله في آخر هذه الأيام العشر. التكبير أخي الحبيب، أنت عندما تقول الله أكبر، هو ليس ذكر فقط، هو عبارة عن ذكر يغير حياتك، يغير نظرتك للكون، أن الله أكبر من كل شيء. فإذا كان لديك مشكلة أو مرض أو نقص أو ضيق معين أو معاناة معينة، الله أكبر منها،
أكبر من همومي ومشاكلي. هذا الإله العظيم قادر أن يرزقني ويحل مشكلتي. هذا هو التكبير، تستحضر عظمة الله. وهذا مريح نفسيا. لماذا أخي الحبيب؟ لأنك طالما أنك تنظر لهؤلاء العباد من حولك أن لديهم القوة والتصرف والرزق بيدهم، ويستطيع فلان أن يضر وينفع، ستعاني من مشاكل نفسية ومخاوف وحزن أو قلق. ولكن عندما تعتقد أن الله أكبر من كل شيء وبيده كل شيء، تهدأ. هذا الإحساس إحساس جميل جدا. عندما تستصغر كل الخلق، كل هذه المخلوقات هم عباد أمثالك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت عندما تكون من هؤلاء المتقين، أنت لك مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الغني الذي تظن أن رزقك بيده، هذا لا يملك من أمره شيئا أصلا، الله أكبر منه. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق عند الله، ولكن الله سخر هذا الإنسان وغيره كوسيلة ليرزقك بسببها، ولكن الرزق ليس بيده. هذا الطبيب الشفاء ليس بيده، الشفاء بيد الله، ولكنه مسخر ليقوم بهذا العمل فيكون سببا في شفائك. فكأن النبي هنا أرادك أن تكون مع المسبب الأكبر وهو الله، تقول الله أكبر. ثم عندما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني هناك إله واحد في الكون هو المتصرف، لا أحد يستطيع أن يغير شيئا إلا بإذن الله. انظر، يعني هذا الذكر عندما تفهمه بهذا الشكل وتعتقد أن الله قادر على كل شيء، يعني لا إله إلا الله فيها كل معاني أسماء الله الحسنى، فيها معنى المغفرة. ليس هناك إلا إله واحد قادر أن يغفر لي، قادر أن يرزقني. حتى إن العبد عندما يقول اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الله عز وجل ينادي في الملائكة ويقول لهم ماذا يريد عبدي، فيقولون يا رب، يقول أي رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقول أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يقولون نعم يا رب، فيقول قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. هذا في نص الحديث. فهنا أخي الحبيب، أنت عندما تدرك أن الله قادر أن يغفر الذنب، قادر أن يرزقك، قادر أن يستجيب دعائك مهما كان، هذا إحساس مهم. يعني أنا كمؤمن أرتاح جدا عندما أشعر أنني قريب من الله وأن علاقتي مباشرة مع الله بنتيجة إحساسي بعظمة هذا الإله الكريم وأنه إله واحد. والحمد لله أننا في الإسلام ليس لدينا آلهة كما في بعض الديانات، ليس لدينا ثلاثة آلهة، وليس لدينا إله له ابن وإله يلد ويولد، وهذا الحمد يعني نحمد الله. وبالتالي النتيجة المنطقية لأن الله أكبر من كل شيء وأنه لا إله إلا الله، أن نقول الحمد لله. لذلك النبي قال فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر، والنتيجة التحميد الحمد لله. فعندما تقول الحمد لله، الله ماذا يقول؟ انظر أخي الحبيب، وإذ تأذن ربكم، يعني الله قطع على نفسه عهدا، ومن أصدق من الله قيلا. الله يتعهد ويلتزم بما سيقوله الآن، لئن شكرتم لأزيدنكم. لم يقل لئن شكرتم ستحافظوا على النعمة، لا، قال النعمة ستحافظ عليها والزيادة لأزيدنكم. ف
فالحمد هو مفتاح الزيادة في الرزق. تريد زيادة في الرزق؟ احمد الله. تريد زيادة في الصحة؟ احمد الله. تريد زيادة في السعادة؟ احمد الله. لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة هنا لا تعني المال فقط، تعني الصحة، تعني الولد الصالح، تعني الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، تعني الجار الصالح، تعني الصحبة الصالحة. كل ما فيه خير يزداد ببركة الحمد لله. لذلك أحبتي في الله، في هذه الأيام العشرة التي يحبها الله ويحب فيها العمل الصالح، أكثر من هذا الذكر الذي هو سنة نبوية وسنة فعلها الصحابة الكرام، أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة 1000 مرة أكثر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، المجال مفتوح. ثم تقول الله أكبر وتكثر من هذا الذكر وتكرر، وأنت خاشع وأنت تستحضر عظمة الخالق عز وجل أنه قريب منك يسمعك، ثم تقول الحمد لله من قلبك. إله يستحق الحمد. كل هذا أخي الحبيب لا تنسى معه أن تقرأ القرآن، لأن القرآن هو الذكر. فذكر الله عز وجل عندما تكثر منه الاستماع للقرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن، وتكثر من فهم القرآن، وأن تتعرف على تفسير ماذا يريد الله مني، لماذا خلقني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا ينبغي أن تدرك أن هذه الأيام العشرة مهمة، وعددها محدود، ستمضي، ربما لا تعيش للعام القادم، ربما تكون آخر 10 أيام في حياتك، الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الأمر أخي الحبيب طبقه الآن لتكسب رضا الله سبحانه وتعالى، ولتكسب مغفرة الله في هذه الأيام، تجدد حياتك، وأخيرا تكسب محبة الله، لأن الله يحب العمل الصالح ويحب هذه الأيام ويحبك أن تذكره. قال تعالى فاذكروني أذكركم، يعني عندما تقول لا إله إلا الله أو الله أكبر أو الحمد لله، اعلم أن الله عز وجل يذكرك في ملأ خير من ملائك، وهو الملائكة المكرمون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.